تشكل الزراعة التجميلية عنصراً هاماً من العناصر التي يساهم فيها المواطنون في تخضير المدينة، ويلعب التنويع في تسييج الحدائق المنزلية دوراً كبيراً في تجميل الحي أو الشارع، مما يعطي الانطباع بمستوى الذوق العام لسكانه. لقد انتهينا من حفر الخندق، اذهب وقس العمق والحفر. لقد غسناها يا أبي عدة مرات، 50 سنتيمتر العرض و50 سنتيمتر العمق. وهل خالفنا المكان الذي حددناه؟ الموقع مطابق تماما للخطوط التي حددناها. هل أحضر السماد العضوي ونخلطه مع التربة التي نتجت عن الحفر؟ لا، أولا التربة الناتجة من الحفر لا تصلح للزراعة. اذهب إلى السيارة واحضر أكياس التربة التي اشتريتها خصيصا لهذا الغرض، بينما أقوم أنا بري الخندق. لا تزرعها متجاورة، دع 50 سنتيمتر بين كل نبتة وأخرى للحصول على حواجز متشابكة متماسكة. الحمد لله لقد انتهينا، أنا ذاهب لأستحم. لم ننتهي بعد، ماذا هناك أيضا؟ يجب أن نرويها بالماء. هل الآن؟ لقد رويت الخندق بالماء قبل زرع النباتات. لا تتذمر يا بني، سوف تنسى هذا التعب تماما عندما ترى هذه النباتات وقد سيجت حديقتنا بصورها الجميل، وستفخر يومها بأنك ساهمت في صنعها وزرعها. اذهب واحضر البربيش، يجب أن تروى النباتات يوم الزراعة مباشرة حتى لا تتعرض للذبول. هيا. وهكذا نساهم جميعا في تخضير الوطن من جهة، وتجميله في عيوننا من جهة أخرى، لتصبح الكويت نبضة خضراء في عروقنا.